السياسي أحمد فنير، أهلا بك. وأكرر ذات السؤال عن ما تحوي هذه الكلمة من رسائل ضمنية، وكيف تقرأ ما بين سطورها؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله أستاذ عبد الجابر، لك ولكافة العاملين في قناة الحدث الفضائية تحية للشعب الليبي العظيم في هذا اليوم، يوم الجمعة المبارك. تابعنا منذ قليل كلمة القائد العام المشير خليفة حفتر، والتي جاءت فيها عدة رسائل. الرسالة الأولى جاءت بأن القيادة العامة تتابع معاناة الشعب الليبي، وأن القيادة العامة أيقنت بأن كل المبادرات المحلية والدولية لم تتطلع إلى معاناة شعبنا المعيشية في الكهرباء والدواء والغذاء والمحروقات وإلى آخره، إلى حرية التنقل وإلى آخره من الحقوق التي يجب على المؤسسات الدولة أن توفرها. ثم انتقل القائد العام إلى القول بأن القيادة العامة هي مستعدة بتقديم التنازلات دون المساس بالمحاور الأساسية أو المصالح العليا للوطن، ومن أهمها إخراج كافة المستعمرين الغزاة والميليشيات التابعة لها مثل الميليشيات السورية والتركية. وانتقل المشير إلى قوله بأنه وبعد قرار الشعب الليبي العظيم من قاعدته الاجتماعية ونظامه الاجتماعي ونظامه المدني في قبائله ومؤسسات المجتمع المدني، عندما تم إقفال النفط بقرار شعبي اجتماعي مدني، ثم نقلت هذه المهمة إلى القيادة العامة والبرلمان. الآن قررت القيادة العامة فتح النفط بالتشاور مع الإدارة الدولية، ولكن ما نؤكد عليه إلى شعبنا وإلى المجتمع المحلي والدولي أن فتح النفط غير كافي. النفط يريد قناة شفافة تعود بالخير على الشعب الليبي، تعود بالخير بتنمية هذه العائدات على البنية التحتية للبلد، على التعليم، على الصحة، على المعاناة اليومية التي يعانيها المواطن. نحن نقول بأن جيشنا هو صاحب التنازلات الأولى في مختلف المحافل المحلية والدولية، ولكن أستاذ عبد الجابر، لمن يقدم جيشنا التنازلات؟ يقدم لحفنة من الميليشيات الإرهابية التي تحمل السلاح ضد الدولة. الجيش يريد طرف صادق محلي، وجهاء وأعيان القبائل، رجال سياسيين يتسمون بالشفافية والوطنية، ولكن إلى الآن نحن نقول بأن تحركات الجيش مستمرة إلى حين إنهاء الميليشيات، تحركات الجيش مستمرة إلى حين قيام حكومة موحدة، والجيش لن يبقى في مرحلة هدنة أو مرحلة خمول أو تكاسل، إنما الجيش موجود ومتواجد في كل الفيافي والمدن والقبائل، ولكن يقول للمجتمع المحلي الليبي والمجتمع الإقليمي والدولي نحن لازلنا موجودين، وإذا كانت ورقة النفط ستعود بالخير على شعبنا نحن كقيادة عامة مستعدين لذلك. وهذا لسان القيادة العامة، وهذه الكلمة المهمة والكبيرة في معناها التي جاءت عن السيد القائد العام، ونحن نحييه في هذا اليوم. نحن نتوجه بالتحية إلى الشعب الليبي العظيم في مختلف أنحاء ليبيا بذكرى 89 لإعدام شيخ الشهداء. إنه يوم الفرح والسرور والشموخ، وليس يوم الخنوع والبكاء والدهن. نعم سيد أحمد، لاعب أساسي تم التطرق إليه في بيان المشير خليفة حفتر، وهو المواطن الليبي الذي لم يتم الالتفات إليه من خلال المبادرات السياسية التي طرحت والتي باءت جميعها بالفشل كما أشار المشير خليفة حفتر. هل لك أن توضح لنا هذه النقطة؟ نعم، هذه النقطة أستاذنا الفاضل بدأت منذ العام 2014. مشير خليفة حفتر في 14 فبراير 2014 من العاصمة الليبية طرابلس أصدر بيان جاء فيه بأن يجمد عمل الإعلان الدستوري وما يسمى المؤتمر الوطني العام، وتنقل إدارة البلد للجيش وتقام سلطة تشريعية وحكومة، لكن الميليشيات المؤدلجة سياسيا والتي تحركها جماعة الإخوان وبقايا الليبية المقاتلة التي خرجت من السجون، والمنظومة الدولية التي تمول بالسلاح والمال جاءت وقالت لا نريد برلمان وسننقلب عليه. الميليشيات زحفت بصناديق الذخيرة على صناديق الاقتراع، أحرقت المطار، أحرقت البترول في طرابلس،
المنطقة الغربية خاضت حرب 11 شهرا قادها اللواء إدريس مادي التابع للقيادة العامة ورئاسة الأركان، إلى أن حمل جيش وغرفة عمليات المنطقة الغربية آنذاك حمت السلطة التشريعية والحكومة وانتقلت إلى الشرق واستمرت إلى أن جاء مطب الصخيرات الذي نعتقد بأن البرلمان قد أخطأ في ذلك عندما جلس مع مجموعة من ميليشيات إرهابية زحفت على قرار الشعب الليبي وصناديق الاقتراع. وهذه أحد التنازلات التي أشار إليها سيادة المشير ضمنيا. الشعب الليبي في برلمانه وصوته المتمثل في برلمانه قدم التنازل عندما جلس مع حفنة من الميليشيات الإرهابية في الصخيرات، وقدم التنازل بحوالي 5 محافل دولية و5 مؤتمرات، وقدم التنازل داخليا عندما حتى الجيش توجه من الشرق والجنوب باتجاه الشمال في 4/4، لم تطلق رصاصة على مدينة أو حي ولم يتم اقتحام مدن عسكريا، رد الجيش على مصادر النيران فقط. ولو كان الجيش يريد سياسة الاقتحام وسياسة والعملية العسكرية الصرفة لكانت المنطقة الغربية منذ شهر 6 أو 7 2019 تحت يد الجيش. بالمقابل نظر الذي جلب الأجنبي، جلب ثامن جيش في العالم، ثاني قوة في الناتو، تركيا ومكنها من الغزو ثم الاحتلال، والآن استعمرت المنطقة الغربية وسيطرت في 4 أشهر بطيرانها المسير وترساناتها البرية والبحرية والجوية الحديثة على الغرب الليبي. هنا الجيش وضع المشير خليفة حفتر المنظومة الدولية والإقليمية والمحلية في موقف محرج. ها هي طرابلس يا عالم، ها هي مغزية ومستعمرة من تركيا، لندعكم ماذا ستفعلون؟ منذ 13/4 عندما تم اقتحام الساحل ودخلوا إلى غرفة عمليات صبراتة بقيادة اللواء عمر عبد الجليل الذي فقد أبنائه الاثنين، وقاعدة الوطية العظيمة التي صمد فيها الأبطال 6 سنوات وصولا للجبل وصولا للأصابعة، هذه برهنت العمليات الإجرامية للميليشيات في صبراتة وصرمان والوطية والأصابعة وترهونة على حقيقة هذه الميليشيات أمام المنظومة الدولية. واتجهت المنظومة الدولية والإدارة الدولية ونقصد هنا أمريكا إلى إيجاد حل سياسي، ولكن نقول إن المشكل الليبي لا يعاني حل سياسي. المشكل نعم وصلت الفكرة. المحلل السياسي أحمد فنير، ونعتذر منك لضيق الوقت، إذن شكرا جزيلا لك.